أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أستاذة هالة الأنصاري أن إدماج احتياجات المرأة في التنمية يعتبر تحديا كبيرا يواجه الدول التي تأخذ مسألة تقدم المرأة بشكل جاد، ومملكة البحرين تعتبر ضمن إحدى هذه الدول، موضحة حرص سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة على تضمين الخطة الوطنية المعتمدة من قبل عاهل البلاد المفدى لنهوض المرأة في المسار التنموي. مسألة إدماج احتياجات المرأة في التنمية هي ممكن تكون من أكبر التحديات اللي تواجهها الدول اللي تأخذ مسألة تقدم المرأة بشكل جدي، ومملكة البحرين هي واحدة من هذه الدول. ولذلك صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله حرصت منذ بداية تأسيس المجلس الأعلى للمرأة على أن يتم تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي اعتمدها رأس الدولة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في المسار التنموي العام. ومن هنا جاءت فكرة أن تمتلك البحرين ما يسمى بنموذج وطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة. هذا النموذج منذ أن تم التفكير فيه في 2011 حرص على الخصوصية الوطنية، وأسس على عدد من المحاور اللي تم تنفيذها على أكثر من مرحلة. فاهتم النموذج في البداية على أنه يضع البنية التحتية لعملية إدماج احتياجات المرأة، وهناك العديد من المحاور التي يتضمنها هذا النموذج. فعلى سبيل المثال، على مستوى إدماج احتياجات المرأة في السياسات، اليوم نجحت البحرين في إدماج الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة. تم تشكيل لجان تكافؤ فرص في كل مؤسسات الدولة الحكومية في الوزارات الحكومية، وهناك إلزامية لتشكيل لجان تكافؤ الفرص التي تتابع عملية تنفيذ خططها التنفيذية النابعة من برنامج عمل الحكومة. هناك محور مهم تحت مظلة البرنامج الوطني وهو محور التشريعات. اليوم البحرين أغلقت ما يقارب 90% من الفجوة تحت مظلة الاستقرار الأسري، وهذا يعود فضله إلى كم التشريعات النوعية التي يعني أصدرها واعتمدها المشرع البحريني. على صعيد آخر، الموازنات. اليوم مملكة البحرين استطاعت أن تحول موازنتها العامة إلى موازنة تراعي احتياجات المرأة البحرينية، فنجدها مصنفة بناء على احتياجات المرأة إلى الرجل، وهذا يساعد مملكة البحرين على قياس مساهمات المرأة في الناتج الوطني على سبيل المثال. كل هذه الإجراءات أدت إلى أن احنا اليوم نصل بهذا النموذج إلى مرحلة ممكن أن نطلق عليها مرحلة حوكمة منهجيات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني. ومن هنا جاءت أهمية تبني صاحب الجلالة للتوصيات الأخيرة للجنة التي كلفت بمتابعة هذا النموذج من خلال اعتماد مرصد وطني ضخم نوعي يحتوي على أكثر من 4000 مؤشر رئيسي وتفصيلي يبين لنا اليوم موقع المرأة في المجال التنموي مقارنة بالرجل البحريني. هناك أيضا تقرير وطني يساعد مملكة البحرين على قياس أي فجوات ومدى نجاح البحرين في سد هذه الفجوات، فهذا التقرير ينبع من مرصد وطني ضخم ومن الممكن أن يعتمد عليه في وضع السياسات القادمة لسد احتياج هنا وهناك من أجل مواصلة تقدم المرأة البحرينية في التنمية.